السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة أم محمود، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معاكم فطائر روعة بعجين قطنية ناجحة وحشوة أكثر من رائعة. كيجوا هاد الفطائر لذاذ واقتصاديين، ما تشبعوش منهم، والعجين قطنية وهشة هي المعتمدة عندي. كنتمنى تجربوهم، أكيد غادي ينالوا إعجابكم. وإلا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم والآراء ديالكم. وإلا كانت هذه أول زيارة لكم للقناة، المرجو الاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجوا المقادير: نصف لتر من الحليب يكون دافئ، نص كاس ديال الزيت، 700 غرام من الدقيق، ملعقة كبيرة من سكر سنيدة، ملعقة كبيرة من خميرة والملح. كناخذ إناء كنوضعوا فيه الحليب، كنضيفوا ملعقة من سكر سنيدة، كنضيفوا ملعقة كبيرة من الخميرة، وكنخلطوا الكل، كنضيفوا الملح حسب الذوق، كنضيفوا نصف كأس من الزيت، وكنخلطوا الخليط حتى ينسجم. ودابا غادي نضيفوا الدقيق، وكنجمعوا العجين باليد. تقريبا هاد المقادير خداو لي 700 غرام من الدقيق، مقادير مضبوطة. العجين كتجي ناجحة، كتقدروا تصيبوا بها اي فطائر بغيتوهم، يا مالحين يا حلوين. وهي العجين ديالنا، من بعد ما دلكناها كندهنوا الوجه ديالها بالزيت، وكنغطيوها كنخلوها تختمر تقريبا واحد 30 دقيقة. كنحتاجوا للحشو 250 غرام من صدر الدجاج مقطع مربعات، واحد بصلة كبيرة مقطعة مربعات، الجزر مبشور، الفلفلة خضراء مقطعة طريفات صغار، قزبر ومعدنوس، الزيتون مقطع طريفات صغار، الزيت، الخردل، السكنجبير، الملح، الكركم، التحميرة، الإبزار، والكمون. كناخذ واحد المقلاة كنوضعوها فوق النار، كنضيفوا لها زيت الزيتون، كنضيفوا لها البصلة، كنشحروها، كنضيفوا الدجاج، كنشحروه مزيان، كنضيفو الفلفلة، كنضيفو الجزر مبشور، كنضيفوا التوابل، كنضيفوا الملح، الكمون، الإبزار، التحميرة، الكركم، سكنجبير، وكنخلطوا الكل وكنخليه يتشحر. كنضيفوا لا موطارد نص معلقه صغيره، الزيتون مقطع، كنضيفوا معجون الطماطم، القزبر والمعدنوس، وكنخلو الحشوه تشحر مزيان حتى تنشف. ها هي العجين ديالنا، من بعد ما خمرات تضاعف الحجم ديالها. غادي نقطعوها دابا، غنقطعوها كويرات صغار، وغادي نكوروهم. على هذا الشكل، هذا تقريبا خرجوا لي 23 كره، الوزن ديالهم 72 غرام. وكنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها.
ها هما الكويرات من بعد ما شكلناهم. دابا كناخدو واحد الكرة وكنسرحوها بالمدلك على هذا الشكل هذا، وكنوضعوا فيها الحشو من بعد ما برد، وكنقفلوا عليهم بحال هذا الشكل هذا. كناخدو كرة أخرى كنسرحوها بالمدلك على هذا الشكل هذا، كنوضعوا فيها الحشو، ومن بعد كنغلقوا عليها كيف ما كتشاهدوا في الفيديو. ها هي كيف ما شكلناها، ودابا كنوضعوها في واحد اللاطه مفرشين فيها ورق الفرن، وكنستمروا حتى كنكملوا الفطائر اللي عندنا كلهم. ها هما الفطائر ديالنا من بعد ما شكلناهم. دابا كناخذ واحد البيضه كنضيفوا لها القليل من الحليب، وكندهنوا الوجه ديالهم. وكنرشوهم بالزنجلان، كندخلوهم الفرن على درجة الحرارة 180 حتى كيتحمروا وكياخدوا واحد اللون ذهبي، ومن بعد كنخرجوهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا بعد ما خرجناهم من الفرن. خداو لون ذهبي وتحمروا، كيجو غزالين، كيجو خفاف بحال القطن، بحشوة لذيذة واقتصادية، بعجين ناجح 100%، والمذاق يا سلام، فعلا كيستحقوا التجربة، ما تشبعوش منهم. كنصحكم انكم تجربوهم، اكيد غادي ينالوا اعجابكم واعجاب وليداتكم. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من التعاليق الجميلة ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع الأحباب والأصدقاء. وشكرا على حسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.